صباح الخير. صباح النور. ممكن ادخل؟ اتفضلي. لا مؤاخذة، النهارده الاثنين والمطواجي قافل، تحب تشربي حاجة؟ متشكرة. تلاقيكي بتقولي انا ايه اللي جابني هنا بعد اللي حصل؟ بالعكس، انا كنت عارفة انك هتيجي تدوري على فتحي عندي. تلاقيكي مستغربة ليه فتحي يعرف واحدة زيي، وليه رجالة كتير بيسيبوا بيوتهم ويعرفوا اللي من نوعي. ايوه صحيح، هو ده السؤال اللي محيرني واللي جيت علشانه هنا. مش عارفة ارد اقولك ايه، انا واحدة مش متعلمة، لكن كل الرجالة اللي عرفتهم من الطبقة اللي بيقولوا عليها طبقة المثقفين، لدرجة ان منهم واحد قال لي اعمل بيتي ده صالون. النبي فرحت، قلتهم قرشين يجوا بالحلال. اتاري المنايل، قصد صالون ادبي مش محل كوافير. اوعى تكوني اتضايقتي مني، انا من مراري بتريق على روحي. غريبة، انا كنت فاكرة ان واحدة زيك لازم تكون سعيدة. سعيدة منين بقى وانا كل الرجالة اللي بيجولي خارج بيوت رجالة هربانة من نسوانهم، واللي بيعملوا فيهم طول النهار بطفح انا بقى طول الليل. وفتحي واحد منهم؟ لا، فتحي جوزك ده بقى حالة خاصة. صوري يوم ما خدني على البيت كنت فاكرة اني رايحة شقة مفروشة، ما كنتش متصورة اني هدخل اوضة الاقيكي قاعدة فيها. طبعا يوميها انا كنت سكرانة طينة، لا كنت عارفة انا بعمل ايه ولا بنيل ايه، لكن كل اللي فاكراه اني بعد ما سبتيه ومشيتي سابني وقعد يعيط. فتحي كان بيعيط طول الليل وحياتك، وطبعا قاعد يشتكي لك مني. بصراحة ما كنت سامعة حاجة خالص، كانت وداني بتصفر، لكن كل اللي فهمته منه ان عمرك ما عرفت ترضيني. وعلشان كده جالك. طبعا الظاهر انك زي كل الستات اللي بتتجوز تطمن ان جوزها جنبها وبعدين تنشغل عنه. انت سافله ولا استاهل اني جيت هنا؟ ما تزعليش قوي كده، لو كل الستات اللي زيك فاقوا شويه رجالتهم ما كانش هيبقى لي عيش في البلد دي. قبل الجواز كان هيموت عليا، ما صدق انه اتجوزني وعلى طول اتحول لانسان تاني. اناني، ما بهموش الا نفسه وبس. ايه الدليل على الكلام ده؟ عمره ما كان بيصرف عليا، بالعكس كان بياخد مني فلوسي. والفلوس دي بتجيبيها منين؟ من شغلي عند الاستاذه ليلى. مالكيش اي ايراد تاني؟ لا يا فندم. بس انا شايف يا فندم ان المظاهر اللي عايشه فيها المتهمه تؤكد ان مصروفاتها أكتر من مرتبها مهما كان كبير. يعني مثلا عندها عربية. يا أستاذ وجدي ده سؤال شخصي. طيب ممكن سؤال تاني؟ اتفضل. دول متجوزين أكتر من 5 سنين، طول الفترة دي ما جابوش أطفال، ليه؟ برضو ده كمان سؤال شخصي. يا أستاذة ليلى القضية كلها شخصية لأنها بين زوجين. أنا مصر على رد المتهمة. المتهمة ما كنتش عايزه افضل معاه اكتر من كده لاني ما كنتش بحبه. طب ليه كانت عايشه معاه غصب عنها؟ ما طلبتش الطلاق منه ليه؟ لانه كنت محتاجه له ماديا. ثبت يا هانم ان جوزك اللي بتقولي عليه اناني وبخيل، ثبت انه شغل ابن اخوك في الشركه، وواحد قريبك في ابو ظبي، وادى لخالك شقه من غير خلاوه في عمارته الجديده، مش كده؟ ده رايي يا ليلى، مش تخفي عليا شوية؟ هو أنا كنت بعلمك عشان تشطري عليا؟ هو في حد يقدر يتشطر عليك؟ دكتور وجدي أنا ملاحظة إن في حاجة غريبة في القضية دي. زي إيه؟ أهل سهام عمرهم ما زاروها ولا سألوا عنها. معقولة في أم تبقى عارفة إن بنتها متهمة في قضية قتل؟ يعني ممكن يكون مصيرها الإعدام وما تجيش تشوفها ولا مرة واحدة. برافو يا ليلى، دي نقطة هامة ممكن تساعدك أوي في القضية. أنا فعلا لازم أعرف السبب. يا اختي شايل ده كله على قلبك، هات هات.
جاي جاهز قوي. وانا من امتى ما كنتش جاهز يا حياتي؟ بالمناسبه في لك عندي خبر مش ولا بد. خير؟ مراتك كانت هنا امبارح. ايه؟ واللي عرفها طريق الشقه؟ يا سيدي اللي يسال ما يتوهش. اه طبعا، ما انت شقتك صوتها عالي. فتحي خف. طيب خفين. المهم احكي لي ايه اللي حصل. ولا حاجه، كل همها كانت جايه تعرف انت سبتها ليه عشان واحده زيي. الا صحيح ليه؟ دي ست طيبه وغلبانه. الطيبه الغلبانه دي انت ما تعرفيش عملت فيا ايه. اسكتي اسكتي. ما انت رخر بهدلتها وبهدلتين انا كمان معاها، انت نسيت ولا ايه؟ طيب قفلي بقى قفلي. اهو انتوا كده يا رجاله تعملوا كل غلطه وغلطه قد دماغكم وبعدين تقعدوا تفلسفوها. ليه بقى؟ انت شايفه ان علاقتي بيكي علاقه فلسفيه؟ معرفش. انت بقى شايف ايه؟ انا بقى ريحت دماغي، الغلط والصح عندي كله محصل بعض. اهو انت كده ريحت دماغك، انا بقى اللي مش عارف اريح دماغي. كنتش قلت لي الكلام ده قبل ما تهبب واتجوز؟ يا لهوي، طب ده جوازك هو اللي جابك عندي. على العموم يا روحي انا عارفه انك جاي هنا عشان تنسى. اطمن، حنسيك اهلك. انا ما بقاليش اهلي غيرك دلوقتي. اهو كلام، بس هيجي لك يوم وتنساني انا كمان. ايه اللي بتقوليه ده؟ وانا اقدر استغنى عنك انت يا جميل؟ يا اخويا بكره تدور على غيري وغيري وغيري لغايه ما تتعب وبعدين ترجع تعيط لمراتك.